زي واحد مسكوه في الامتحان بيغش، المراقب راح مطلع من الشراب ده طلع ورقة قد كده، يقوم الواد يقول له ايه الا دي، خد كل الورق الا دي، يعني في ايه لسه فيه، امال الا دي ليه؟ اتاري دي الفهرس، انت واخد بالك؟ كاتب فيها ايه؟ الباب الاول في الجيب اليمين، الباب الثاني في الجيب الشمال ورا. الراجل خد الفهرس ضيعه، ومش عارف دي ايه ودي ايه. والنتيجة كده طبعا، بتبقى النتيجة كده. الله لا يوريك، فكرني بواحد بيغش وكان نظره ضعيف. والسؤال بسيط قوي، السؤال بيقول لك من هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي كان بترضع سيدنا النبي؟ ستنا حليمة السعدية. هو نظره ضعيف، عمال ينقل من اللي جنبه مش شايف، راح كتبها مرضعة النبي حليب السعودية. وكان في حليب سعودية غبي زمان ايام النبي عليه السلام. المهم